علي حسين، ناصر الهاجري، خالد مناحي، ومبارك دحل. إذن 2-1. كرة مرة ثانية عبد الله الخميس إلى الغربلي. يا سلام عليك يا الخميس، حلوة والله، حلوة جميل. شوف عبد الله الخميس، شوف عبد الله الخميس، يا سلام الخلفية الجميلة جدا، ويضعها عن سامح الهاجري ويصوب، إنما حب ينزلها للاعب الدائرة ترجع مرة ثانية سريعة لمحمد الغربلي. الغربلي خطرة عبد الله، يا سلام محمد الغربلي حطها بطريقة سليمة جدا لي عبد الله المندفع من الخط، يتقدم مع اللاعب اللي مع الكرة. 6-0 والكويت يلعب 4-2 وعبد الله. كرة جميلة، شوف لما يعدي من اللاعب خلاص، إذن تبقى مشكلة لدى حارس. ترجع مرة ثانية تصويبة لاعب 77 اللي هو خالد مناحي. ترجع مرة ثانية عبد الله الغربلي، عبد الله الخميس، الخميس والغربلي بيعديها الغربلي، وين شايت؟ يا سلام عليك، سلام عليك في الجناح، انما شوف بيفاجئ فيها حارس المرمى. وبدا الكويت يضغط على لاعب، سلام عليك، سلام عليك. ايوه شوف 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 بطريقه سليمه جدا وبيحطها على الحارس. مقطوعه لمحمد الغربلي، الغربلي وين؟ يا سلام عليك، اوه كرة جميلة جدا، بصدها ناصر الهاجري ومحمد الغربلي، يعني كان ممكن يصوب، شوف انما وصلها بطريقة سليمة جدا لعبد الله محمد. كرة لي الله، يا سلام عليك، عبد الله الغربلي، محمد الغربلي، عبد الله الخميس، وخطرة حلوة حلوة الهاجري، والهاجري شوف انفراد، تبقى المشكلة صعبة. العتيبي وين راح يوديها؟ العتيبي، العتيبي يا سلام، يحاول انما يصطادها حارس المرمى ناصر الهاجري، طويلة يا سلام، خطرة خطرة يا حسين، اوه تدخل نادي الكويت. شوفها مرة ثانية، شوفها مرة ثانية، شوف كان ممكن لكن طبعا دخلت الكرة. ترجع مرة ثانية للفحيل، مبارك على الدائرة، يو شوف الست امتار و على دائرة الست امتار، شوف وعثمان يضع كرة وتركي الخالدي. ترجع مرة ثانية لعبد الله الغربلي، الغربلي لسامح، سامح يحاول، محمد الغربلي الهدف الأول اللي أحب، رقم كبير جدا لو جينا نظرنا إلى أفضل فاز 4 مرات بطولة الدوري. إذا ناديين لهم سجل وتاريخ في كرة اليد وفي بطولات الاتحاد الكويتي لكرة اليد بطولات الدوري. والقرار شوف 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 يا محمد، خلاص يا محمد، خلاص خلاص خلاص، 4 خطوات ومرة ثانية لألف حيل كرة، أوه جميلة، عبد الله الخميس سرق الكرة، التقط الكرة، شوف 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 الكرة مع الهاجري الآن، فحيل وين راح يوديها؟ حطها عند الهاجري، الهاجري يلعب، شوف 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 لم ينتبه إلى عبد الله الخميس، سرق الكرة. هذا الخطأ الثاني في التمرير. ترجع مرة ثانية ليه شايت الله، شوف بالطريقة الصحيحة اللي يعني شفناها في كذا مباراة اليوم، لا يؤدي أبدا الكويت في الدفاع بالشكل السليم، وبالتالي اهداف دخلت اهداهم هدية كرة، الله يا الغربلي جميلة جدا، شوف 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 كرباجية، شوف كرباجية من اضاحة اللاعب مبارك دحل. ترجع مرة ثانية للكويت، الخميس، الخميس خطرة 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 خطرة، خلاص خلاص دن. شوف مرة ثانية عبد الله الخميس اخذ الخطوات بدون مقابلة من أي لاعب من لاعبي نادي فعيل، خطأ يؤدي إلى هدف. حنشوف مرة ثانية الرمية الحرة لمحمد الغربلي، والغربلي بكل سهولة الأمور تحت السيطرة عند محمد الغربلي، وتسويب 20 الفعيل وقف على 8 أهداف، خطرة يا سلام عليك، ثنائية جميلة، شوف دحل ومناحي، ومناحي ما عنده مشكلة في مثل هذه الكرة على الدائرة، أقل من 5 دقائق. ربيع تصويبة سهلة يا ربيع، يصطادها الحارس استغلال النقص العددي، يحاول أن يضع
هدف شوف يصطادها ناصر الهاجر. إذن كرة كانت لعبد الله الغرب الحمان الملا لاعب نادي السالمية كذلك. واللاعب متى ما اتجه للتحكيم سيفرض خبرته كلاعب داخل هذه. الله شوف عبد الله ومحاولة لأسويلم السويلم محاولة تصويبه يصطادها حارس المرمى اللي هو تركي الخالدي لكن الرمية الجانبية هذا تركي الخالدي. التمرير إذن الكويت الرمية السريعة وين راح تروح؟ سريعة 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 الضوحي 6 أمتار. شوف خلاص انطات 6 أمتار ينفرد بحارس المرمى يضع الكرة بكل ثانية. ربيع دحل محاولة للتصويب يا سلام عليك يا دحل يضع الكرة من أمام 4 لاعبين تقريبا والكرة تصطدم بالقائم. ربيع الكرة الأخيرة للفحيل حنشوف يا ترى يسجل. سويلم ناصر سويلم شوف ناصر يضع كرة على الحارس تركي. ترجع لمباراة الآن القمصان البيضاء على يمينك الفحيل بيلعب بطريقة الدفاع متقدم في البداية شوف يراقب و 22 سامح الهاجري عبد الله الغرب خالد الغرب خالد الى عبد الله شوت. سلام عليك يا ناصر الهاجري كره يعني طبعا تبقى النتيجه فارغ هدفين. شوف بكل قوه انما ناصر الهاجري يصطادها ترجع. ما نشوف الان مدى استخدام الكويت لهذا النقص. حنشوف كره مع خالد الغرب اللي خالد واحدة جميلة جدا شوف يعني على الفحيل وترجع مرة ثانية سريعة. يحاول الكويت أن يستغل النقص العددي وخطرة خطرة خطرة من الخميس والضويحي شوف بيوصلها للخميس بشكل جميل جدا والخميس واللاعب نادي الكويت لهذه الأخطاء محمد يا سلام عليك يا محمد سلام عليك أحلى من الهاجري. كرة كانت ل 39 مبارك الخالد نقص العددي في الفحيل ومحاولات كرة مع خالد محمد خالد الغربلي تصويب انما الرمية الحرة وين ناصر ليه حسين حبيب وادحل شايك اصطادها 3 يا ناصر ترجع الكرة للغربلي بشكل ذكي جدا شوف خلاص شوف يحطها بالزاوية العكس يحاول أن يضغط في المنطقة الدفاعية وخالد يلعب له كرة سهلة جدا خالد بناعي ترجع مرة ثانية للكويت إنما ترجع مع فهد ربيع إلى محاولة على الدائرة إنما شوف كرة ملعوبة جميلة جدا على الدائرة ومحمد وترجع مرة ثانية لعبد الله خطره يا سلام عليك والله متألق اليوم ناصر الهاجري عامل شغل جميل جدا وشوف شوف 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 الحماس لناصر سويلم إلى ربيع يصطادها الحارس ترجع مر لكن شوف ترجع مرة ثانية يلتقط الكرة لاعب مكان الفارغ ب5 أهداف الآن 3 أهداف كرة مع محمد الغربلي القوة عبد الله الغربلي القوة لكن يفتقد إلى الدقة ثانية ضغط لاعبي نادي الكويت ومحاولات من ناصر يا نتيجة إلى 14 شوف لسويلم ناصر بيلعب له كرة ذكية خالد مرة ثانية ليه سويلم إنما يضعها سويلم يصطادها هذه المرة أحمد الفرحان وخطرة لي الكويت خطرة يا سلام بيحطها خلاص شوفها مرة ثانية إذا خلاص ياخذ راحته ما عنده أحد أبدا لاعبي ومدافع نادي الكويت وخطرة مرة ثانية لي مش على الخطرة ويضعها لعوبة من عبد الله الغربلي والدخول لمنطقة 6 أمتار طريقة متعبة طريقة مرهقة طريقة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية جدا وأي خطأ فيه هدف خلاص خالد الغربلي من اللاعب اللي هو مبارك إلى دحل تصويبه اصطياد الكرة جميلة جدا والخالدي انفراد خلاص والهاجري طبعا بيبتسم
يبتسم بيقول يعني مو معقول بدون وجود أي لاعب مدافع ولاعبي نادي الكويت والفاحيل إلى الآن لم يستطع إيجاد فرصة للتصويب. كرة مرة ثانية ربيع الله أخيرا هدف رقم 15. شوف خالد مناحي وربيع يعني لو حضنا الفاحيل سجل فقط 4 أهداف في الشوط الثاني، 4 أهداف كمية قليلة من الأهداف. وهذا خالد وشوف ما قلنا ربيع وناصر ربيع مرة ثانية خطرة لحسين خطرة عندما يصطادها الحارس أحمد الفرحان حراس مرمى نادي الكويت. النتيجة 22-15 7 أهداف خطرة وبالتالي قوة ضاربة. في الشوط الثاني محاولة مرة ثانية حسين حبيب وحبيب يحاول يعدي خطرة يا حبيب خطرة وهدف. سلام عليك اسمح لي راح أسجل هدف. شوف 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 يا سلام عليك على الفنت حطها في المكان الصعب. شوف في المكان ناصر أصبح الآن خارج الملعب. إذن يحق للحكم أن يدخل لاعب بعد ما يخرج اللاعب ناصر سويلم. شوف ناصر سويلم وين خارج الملعب وهدف عن طريق اللاعب مشعل الثاني وكرة معه 5 حاول عدي عبد الله يا سلام عليه الفردية عبد الله الخميس والحلول الفردية في هذا التوقيت بفارق 4 أهداف فيما لو تساوت. السلام عليك المباراة لاعب نادي الفاحيل ما لعب الشوط الأول ويلعب في الدقيقة 24 عبد الله أحمد يبدو يكون من إصابة إنما من اللاعبين الحقيقي المميزين في نادي الفاحيل و هو ونشمي وهدف للاعب خالد ناصر الهاجري وين لحسين حسين السلام عليك يا حسين على الداخل منها شوف طويلة على مرحلة هذه المرحلة الأولى هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة على دائرة الستة أمتار. إذن ب8 أهداف والوقت المتبقي تقريبا دقيقة وثواني كرة مع محمد الغربلي خطرة سلام شوف لما والهدف. إذن تكلم عن 20 ثانية والفاحيل يبحث عن هدف أخير أدهم خلاص الفاحيل بنتيجة 19-27 إذن خلاص 29-27 فارق 8 أهداف مبروك للكويت نقطتين اليوم وحظ أوفر لنادي الفاحيل. أعزائي المشاهدين عودة مرة ثانية للزميل عبد الله حسين والزملاء في استديو التحليل الكابتن نواف الفضلي والكابتن عبد الخالق عبد القدوس. إن نلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. أنقل لكم تحيات أسرة النقل الخارجي. كان معكم محمد الهولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.